جبتلكوا النهاردة كل عصائر الميكسات اللي موجودة في السوق من الشركة اللي هي الغريبة دي اللي انا معرفش اسمها ايه اصلا ومش هنطق اسمها. يعني هي عصائر ميكسات يعني كده، مثلا زي مانجو بالاناناس، ليمون بالفراولة، برتقان باناناس، معرفش ازاي، انا مش عارف ازاي، واخر حاجة برتقان بالجوافة. كل واحد منهم عامل 15 جنيه. فنشوف بقى الميكسات الغريبة القوية دي هل هيبقى فعلا مناسبة مع بعضيها ولا هما بيهبلوا كده وخلاص، واي ميكس يا باشا بيجي قدامهم بيحطوه خلاص. فبنبدأ مثلا بأول حاجة وهو مانجو بالاناناس. مانجا بالاناناس، مش عارف ازاي مانجا بالاناناس تمام مبلوعه يعني، بس في حاجات هنا مش مبلوعه خالص، لكن مانجا بالاناناس مبلوعه يعني. ده شكل الباكج 15 جنيه. نفتح كده ونشوف ريحه مانجا وحاجه، بس مش عارف مانجا وايه بقى، بس مش اناناس خالص يعني، مثلا ريحه مانجا وجرجير، مانجا وشبت، الحاجات دي يعني، بس مش عارف يعني. تعال ندوق. بسم الله. جامد قوي 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 قوي، ورايق ورايق قوي كده في نفسه. طعم المانجا هنا مغطيه على الاناناس، ولكن الاناناس برضو موجود، ولكن القوي في الطعم هو المانجا. انت بتحس بطعم المانجا ولزعه كده اناناس. ميكس حلو قوي قوي وعجبني على فكره. ممكن مثلا ياخد معايا 9 من 10. تاني ميكس معايا هو ليمون بالفراوله، برضو ب 15 جنيه. ليمون بالفراوله برضو شايفها ان هي ممكن تكون صعبه شويه يعني. نفتح كده بسم الله. اوه، مفيش ريحة فراولة خالص، هو في ريحة ليمون قوية جدا جدا. ريحة الليمون لا قوية جدا جدا. بسم الله. مش احسن حاجة، لان طعم الفراولة تقريبا ضايع خالص، هو في بس ايه زي صوص فراولة فقط، بس مش قوي يعني. لكن طعم الليمون هو اللي مغطي قوي قوي على الطعم، لكن طعم الفراولة مفيش طعم فراولة خالص يعني، هو صوص بس او لون مثلا فراولة بس، لكن طعم ليمون خالص. فكميكس ليمون وفراولة ما جاش معايا، انا مش شايف الميكس ده يعني. فممكن اديله مثلا 6 من 10 او 5 من 10. نيجي للميكس اللي بعديه وهو برتقان واناناس. ده شكله وبرده ب 15 جنيه. نفتح بسم الله. يا جدعان، ريحه البرتقال قويه قوي، بس هو ريحه مثلا ريحه دواء كحه، ريحه حاجه زي كده يعني، بس يعني ايه الطعم هو اللي يحكم يعني. بسم الله. مش احسن حاجه، ما عجبنيش بصراحه. انا واخد بالي ان مفيش طعم اناناس اصلا في الحوار يعني، هنا طعم البرتقال كان قوي جدا جدا، وهنا كان المانجو والاناناس كان طعم المانجا كان قوي جدا جدا. فين بقى الاناناس في الحوار؟ انا مش لاقيه. برده هنا برده نفس الفكره، طعم البرتقال قوي جدا جدا، مفيش اصلا طعم اناناس خالص، طعم الاناناس بيجي في الاخر كده بس لزعه ويرجع تاني. فانا بشرب طعم برتقال بس. برضو كميكس، انا بتكلم كميكس مش بتكلم كطعم البرتقال، انا بتكلم كميكس اللي هو البرتقال والاناناس. من وجهة نظري انا ياخد برضو معايا 6 من 10 او 5 من 10. نيجي بقى لاخر حاجة وهو البرتقال والجوافة. ازاي برتقال وجوافة؟ انا خايف لا يكون برضو طعم البرتقال طاغي او اقوى من الجوافة. بسم الله. يلا. هو ده، هو ده يا جدعان، هو ده الميكس بقى، جوافه بتيجي مع برتقال الاثنين في نفس الوقت. انا اشتريت اصلا المنتجات دي على اساس الميكس ده، ان انا بجيب طعمين مع بعض بحطهم مبشر بحس بالطعمين في نفس الوقت. لكن الحاجات اللي فاتت دي مش كلهم خيشوا، في حاجات خيشت وفي حاجات لا، ولكن ده ياخد 10 من 10 في فكره الميكسات دي، فكره ان هو بيديك برتقال مع جوافه، انت حاسس بطعم البرتقال والجوافه الاثنين في نفس الوقت، خبطه برتقال مع خبطه جوافه ما ترجع تاني جوافه مع برتقال. هو ده الميكس اللي انا عايزه كميكس برتقال وجوافه، ياخد معايا 10 من 10. كانت ميكسات حلوه بصراحه، عجبتني جدا جدا. طبعا عشان تاخد بالك لما يجي الغطا يتفتح ده، عشان هو فريش والكلام ده يعني، بيقعد 3 ايام بس يعني، ما ينفعش تفتح الغطا مثلا وتسيبه على جنب اكتر من 3 ايام. فانت هتجيبه اشربه على طول، وبرده ركز برده على تاريخ الصلاحيه اللي بيبقى موجود هنا كده يعني، او هتشوف هتلاقيه فين يعني، علشان برده الحاجات دي بتخلص صلاحيتها بسرعه جدا. كاكسبيرينس ميكسات عجبني جدا جدا، بالاخص اخر واحد اللي انا دقته ده، وبرده ده برده عجبني. ولكن اي حاجه باناناس زي مثلا البرتقال بالاناناس والمانجو بالاناناس، هو مفيش او انا مش حاسس بطعم الاناناس بصراحه في الحوار. 15 جنيه الواحد، شايف ان هو معقول سيكا. برده لو انت برده شايف حاجه تانية ممكن تكتب لي تحت في الكومنت، واراء يا زميلي كل واحد بيتكلم عن وجهه نظره، عشان ما الاقيش حد تحت في الكومنت بيقول لي لا 15 جنيه غاليه قوي قوي، وفي ناس تانية تقول لي لا 15 جنيه رخيصه. كل واحد من وجهه نظره، هل انت شايف ان دي تستحق 15 جنيه ولا لا؟ انا شايف انت تشوف عايز ايه اكتب لي تحت في الكومنت. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت. والانستجرام ما تنساهوش، عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.